الحماية. نشكر نقابة الصحفيين والقنوات الإعلامية ووكالات الأنباء الذين حضروا اليوم لتغطية هذا الحدث الكبير. أخوتي الأعزاء، الآن نسلم هذه المطالب إلى الحكومة المحلية بالبصرة، يسلمها الأخ مدير مكتب النائب الدكتور خلف عبد الصمد، والسجين السياسي إلى الأستاذ معين الحسن معاون محافظ البصرة، وبدوره الأستاذ معين يسلم نسخ منها إلى الحكومة المحلية بالبصرة لكي يقوموا بدورهم ويسلموها إلى المراجع التي حياكم الله. نسخة منه إلى النسخة من إلى أستاذ محمد البزوني مدير مكتب مجلس النواب العراقي.